أنس الشايب ومن بعد ما بلش بداية جديدة من قبل فترة بحساب جديد على انستغرام، من بعد ما تم تحكيح حسابه اللي كان عليه أكثر من 2 مليون متابع، رجع فقد حسابه الجديد من بعد تخطيها النصف 1 مليون متابع بسبب تهكيره من طرف أطراف مجهولة. فقرر البداية من جديد مرة ثانية، فطلبت بيسان اسماعيل من المتابعين متابعته على حسابه الجديد من خلال ستوريهات انستغرام، أكدت فيها أنه أنس إجاه اكتئاب بسبب فقدانه لحسابه اللي تعب عليه لمدة سنين كتيرة. حبايبي كلياتكم تعرفوا انه انس كان عنده حساب على الانستغرام عنده 2 مليون تقريبا رح يوصل كان، وكلياتكم تعرفوا انه حذفوا له اياه وكتير زعلوا صراحة بوقتها، فات بحالة اكتئاب مو طبيعية لانه هذا حسابه رزقته الشيء اللي عم يشتغل عليه من السنين، كان كتير صعب عليه، فعملنا حساب جديد وقلنا ما رح نوقف ورح نضل مستمرين ونحن كلنا معاك. عملنا حساب جديد وكمان طار وتهكر. صراحة ما بعرف الناس كيف بتفكر، يعني عن جد هي رزقته، أكيد حدا ما يعني أكيد ما حدا بيرضى إنه يضر رزقة حدا تاني. كلنا معك أناس ونحن مستمرين، وهو كتير صراحة زعلان ويعني فايت بحالة اكتئاب حاليا لانه عن جد كش. حبايبي يعني بعرف هذا حسابي وهذا اكاونتي وانا والله خجلانة منكم انه هي تاني مرة عم قلكم ضيفوا حساب انس الجديد. ولكن وبعد ما تخطى حسابه 200,000 متابع رجع تهكر من جديد بيوم واحد، فقرر انس عدم فتح انستغرام جديد بعد كل اللي صار معه. يا مساء الخير حبايبي، رح ورجيكم اليوم على شخص يعني اعتزل الانستغرام ليكو، يعني حساب 2 مليون تسكر وحساب النص مليون تسكر، ومبارح عملنا حساب جديد 200,000 تسكر. انا شكلي يعني صاحب الانستغرام، انا مش متجوز مرتك، انا مش غادرك، انا مش خاينك حبيبي، قررت ما اعمل انستغرام خلاص اعتزلنا جايز، راح اتشارك انا بيسان بهذا الحساب خلاص حبيبي، يعني خلاص صار ديوتو، يعني رقم التلفون صرت مأمن عليه 1 مليون حساب بطل فيه، بطل فيه سيم كارد، والله النفسيه صارت صفر. هسه قررت ما اعمل انستغرام ما يرجعوا لي خلاص، شو يعني غلبتكم، كل يوم تعملوا لي فولو صرتوا متابعيني 40 مره. وفي خبر اخر، اعلن انس الشايب عن مشاركته بحدث الملاكمه اللي شارك فيه سابقا، حيث اقيم قبل يوم المؤتمر الصحفي لهالحدث بمول دبي، وانس كان متواجد هناك، حيث حتكون مباراه انس للملاكمه قريبا جدا.